بيان لكتلة السيادة الوطنية في مجلس النواب تبدي فيه استغرابها من لقاء رئيس المجلس ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وتعترض على ملتقى شخرة، وترفض التحاور والجلوس مع من أسمتهم الانقلابيين من أعضاء مجلس الدولة والرئاسي. الآن بانوراما اليوم مع عماد الدين بالعيد. أهلا بكم. كتلة السيادة الوطنية في مجلس النواب تصدر بيانها مستغربة من الاجتماع الذي عقد بين السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب والصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، وتؤكد ويؤكد الأول قبول دخول عوائد النفط لصالح المركزي بطرابلس. هذا محورنا الثاني. وكذلك في نفس البيان رحبت كتلة السيادة الوطنية بملتقى الحوار في شخرة، ولكن اعترضت ورفضت الجلوس مع من أسمتهم الانقلابيين من أعضاء مجلس الأعلى للدولة وكذلك أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق. بداية أرحب بضيوف الكرام هنا في الاستوديو معي، كل من الدكتور محمد الحريزي محلل سياسي، أهلا بك. أهلا وسهلا. كذلك سيد محمد الهنغاري محلل سياسي، أهلا بك. أهلا مرحبا. أبدأ نعم، كذلك معي عبر خط الهاتف عضو كتلة السيادة الوطنية وأيضا عضو مجلس النواب زياد الدغيم، نرحب به. كذلك أبدأ الحديث معك سيد محمد الحريزي، إذا كيف قرأت البيان الأخير لكتلة السيادة الوطنية والتي تتواجد في داخل مجلس النواب في قراءتها وتحليلها ورفضها لاجتماع الذي تم بين رئيس مجلس النواب وبين محافظ مصرف ليبيا المركزي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بك وبالضيف الكريم وبالإخوة المشاهدين. أنا في اعتقادي يعني هذا البيان يدل على المستوى الذي وصلنا إليه ووصل إليه هذا البرلمان من التفكك ومن الانقسام ومن عدم التركيز على القضايا الأساسية التي تهم المواطن الليبي والوطن. هذه كتلة تستغرب من اجتماع السيد رئيس البرلمان بمحافظ مصرف ليبيا المركزي، لكنها لم تستغرب من كل التصرفات التي قام بها رئيس البرلمان والذي اختطف هذا البرلمان بالكامل، وأصبح يعني يتحدث باسمه ويقرر باسمه ويعطي الرتب العسكرية باسمه ويوافق على قرارات ليست يعني من صلب عمل البرلمان. فبالتالي يعني هذا الاستغراب جاء متأخرا وليس في مكانه، وأنا أعتقد هو يدل على الوضع المأساوي الذي وصلنا إليه ووصل إليه هذا البرلمان وأوصل إليه هذه البلد. نعم. الشارع الليبي والمواطن الليبي يتوقع قرارات جادة في سبيل إخراج البلد من أزمتها ومن مشاكلها، والاتفاق على يعني صيغة من الصيغ التي تعيد الأمور إلى نصابها، ولكن لازال هذا البرلمان يتخبط وليس قادر على اتخاذ قرار، بل ليس قادر على عقد جلسة قانونية رسمية يقرر فيها مصير المشاكل التي واجه الشعب الليبي والمواطن الليبي. وبالتالي أنا أعتقد يعني قرار يعني بيان ليس ذا جدوى وليس له معنى، يصف الآخرين بالانقلابيين. يمكن الصمت أكثر حول هذا البيان مع السيد زياد دغيم عضو مجلس النواب وعضو كتلة السيادة الوطنية، أهلا بك. انقطع الاتصال. سيد محمد الهنغاري، هذا البيان كان من الصادر من أعضاء كتلة السيادة الوطنية المتواجدة في مجلس النواب، تحدث عن رفضه لزيارة أو التقاء رئيس مجلس النواب مع محافظ مصرف ليبيا المركزي بأنه انتهت ولايته ولا يوجد لديه تواجد قانوني. كيف رأيت هذا الاعتراض وما هي الخطوات القادمة فيما يتعلق بمصرف ليبيا المركزي؟ هو حقيقة أن البيان يبين حجم الصدمة التي تلقتها هذه الكتلة، كتلة الفيدرالية وكتلة تجمع الفيدراليين أو الانفصاليين أو المنادات بحقوق برتا أو حقوق إقليم فقط، نتيجة للتغيرات السياسية التي حدثت في الآونة الأخيرة ونجاح الدبلوماسية بعودة رموز من رموز المعارضة الشديدة والمنشقين عقيلة صالح و ومن معه إلى عودة إلى الاتفاق السياسي، ورأينا كيف عاد القطراني، كذلك التصريحات التي قام بها عقيلة وهي السبب، وهو أن الأموال تذهب إلى مصرف المركزي وتقسم حسب التعداد السكاني، كذلك تنازلهم عن المسودة الرابعة والمطالبة بنائبين بدل من 9 نواب للرئيس أو 8 نواب للمجلس الرئاسي. هذه كل التنازلات أتت بالصدمة على اللي كان إلى هؤلاء الذين كانوا يعولون على أن النفط يبقى
لهم هم فقط، كما رأينا هم كانوا يؤيدون جطران وكان بطل قوم جطران حين ثم عندما اصطدموا بعدم قدرتهم عدم بيع النفط خارج الدولة الليبية وخارج المؤسسة الليبية في ذلك الحين، سواء كان المؤتمر الوطني أو كانت الحكومة الأزمة، ولا أعتقد نسينا حتى أسماء الحكومات، والصدمة تتالت حتى أن فقدوا الأمل. الآن بالنسبة للعقلاء والحكومة عادوا إلى رشدهم واجتمعوا عودة إلى الوطن، ولكن هؤلاء ما زالوا في يعني في الرمق الأخير. اما بخصوص مقابله عقيله صالح والصديق الكبير، عقيله صالح يرى ايهما مصلحه اقرب للوطن في بقاء الصديق او في ذهابهم او بقاء، ولكن الصديق لا يعول عليه كثيرا. سيد محمد عاد معي السيد زياد دغيم، عضو مجلس النواب، عضو كتله السياده الوطنيه، اهلا بك مجددا. سيد زياد هل تستمع الي؟ الصوت منخفض. تحية لك أولا وكل ضيوفك، لكن الصوت منخفض قليلا. تحياتي لك، نحاول إصلاح هذه المشكلة، ولكن ما هو سبب رفضكم في هذا البيان في كتلة السيادة الوطنية للقاء الذي تم بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وبين محافظ مصرف ليبيا المركزي، وبين رفضكم للوعود التي منحها رئيس مجلس النواب بعودة إعادات أو واردات بيع النفط إلى مركز طرابلس؟ شكرا. اولا شكرا على الاستضافه على قناتكم الكريمه، وتحيه لضيوفك ولكل المشاهدين. ما صدر عن كتله السياده الوطنيه من بيان هو بيان رفض من قبل الاعضاء شكلا ومضمونا، وهذا قد جاء في بيانات صدرت عني وعن النائب زايد هديه والاستاذ فتحي وزير وغيرهم كثير من النواب، حيث لم يجتمع إلى 7 أعضاء من أصل 39 عضو منتسب لهذه الكتلة. هذا من ناحية الشكل والنظام. أما ما جاء في هذا البيان فهو أيضا مرفوض برفضا كاملا، حيث في الفقرة الأولى التي تتعلق بلقاء المستشار عقيلة صالح مع السيد المحافظ المقال المحافظ صديق الكبير، هو جاء في الأساس بمبادرة ودعوة من كتلة السيادة الوطنية. ذهبنا في وفد إلى القبة إلى المستشار عقيلة صالح وطلبنا منه أن يلتقي بالمحافظ السابق أو المقال في إطار محاولة توحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية والنأي بها عن الصراع السياسي لتحسين الأوضاع المعيشية للناس، لأن الوضع الاقتصادي أصبح لا يطاق. إذن قد يفهم من كلامك أن هذا البيان لم يصدر بالتوافق بين كافة أعضاء كتلة السيادة الوطنية. نعم، هذا البيان صدر فقط من 7 أعضاء، واستغربنا ونستغرب أن رئيس الكتلة الشخصية الدكتور خليفة الدغاري كان من ضمن الوفد الذي ذهب إلى المستشار عقيلة وطرحنا عليه هذه المبادرة وقبل بها المستشار عقيلة واستجاب لطلب كتلة السيادة أن يلتقي مع المحافظ السيد صديق الكبير محافظ المقال وفي إطار توحيد المؤسسات وإخراج البلاد من هذه الأزمة، وخاصة أن نهج كتلة السيادة الوطنية هو الحوار الليبي وتوحيد المؤسسات بعيدا عن المشروع المشبوه مشروع الاتفاق السياسي صخيرات. نعم، فاستغربنا كثيرا من هذا ما صدر من بعض الزملاء، وكان واجبا علينا قيام بهذا التوضيح، والآن على قناتكم وعلى كل القنوات نقوم بالتوضيح، وأيضا سنعمل بإذن الله الأسبوع القادم على هامش الجلسات إلى عقد جلسة لكل كتلة متكاملة لتصحيح هذا الوضع. نعم، ما الغاية والغرض من إصدار هذا البيان من بعض أعضاء الكتلة دون رجوع للبقية؟ للأسف يبدو أن هناك بعض الحسابات الخاصة أو بعض المعلومات الناقصة أو بعض المعلومات المغرضة أو المخطئة، لأن ما جاء في البيان أيضا أن المستشار قد قام بتكليف السيد صديق، وهذا لم يحدث حتى الآن، فقط نحن نسعى ونعمل لتوحيد المؤسسات، وهناك تصور مطروح وكان لقاء أول إيجابي وسيكون هناك لقاءات ثانية، ونعمل على وضع خطة في حال استمرار هذه الأزمة. جاي. العمل الآن يجري على أكثر من خط، نعمل مع المجلس الدولة أو مجلس الاستشاري عن طريق العضو أحمد لنجي
على وجود إيجاد حل. نعمل أيضا بالتواصل مع المجلس الرئاسي وهيئة الحوار لإيجاد حل، ونعمل أيضا في حال استمرار الأزمة لا قدر الله أن على الأقل يتم توحيد المؤسسات المالية والاقتصادية والنأي بها عن هذا الصراع السياسي المبالغ فيه أو السياسي نعتبره غير حقيقي ولا توجد أرضية حقيقية لهذا الصراع. نعم، نبقى معي سيد زياد دغيمة، سيد محمد الحريزي. إذن سمعت المقال عضو كتلة السيادة الوطنية بأن هذا البيان لم يصدر بالتوافق بين كافة أعضاء الكتلة. نحن للأسف أمام هذه الانقسامات الكبيرة التي تأتي في وقت تعاني فيه البلد وتمر بأصعب مراحلها، ونحن نزداد انقسام الآن على كافة المستويات. إذا كان هذه المؤسسة التي اعتبرت نفسها أنها تمثل الشارع الليبي وتمثل المواطن الليبي، رغم أنها يعني حقيقة هذا البرلمان يعني وجوده الآن غير صحيح باعتبار أن البرلمان يستمد شرعيته من الاتفاق السياسي، والبرلمان لم يصادق على هذا الاتفاق السياسي بشكل أساسي، وبالتالي هو يعني يعتبر مؤسسة غير رسمية. لكن هذا الانقسام الآن زاد من حدة الخلاف، يعني كلما اقتربنا من ربما تصل هناك حلول كلما نجد مجموعات تخرج وتريد أن تبعد البلاد عن الوصول إلى اتفاق وإلى حل معين. فهذه الخلافات الآن، قبل يومين تكونت كتلة جديدة في البرلمان، كنت المسار الوطني أو ما أدري أذكر اسمها، يعني فهناك انقسام شديد جدا داخل هذه المجموعات المتبقية داخل البرلمان. وأنا مثل ما أقول يعني هذا البرلمان غير قادر على أن يعقد جلسة صحيحة. هذا البرلمان اختطف من عدد من الأعضاء، من رئيس البرلمان وبعض النواب، ووجودهم أغلبهم متواجدين خارج البلاد، وبالتالي يعني أصبحوا يشكلوا عقبة حقيقية الآن في الوصول إلى أي حل أو إلى أي اتفاق ممكن يخرج البلد من أزمتها الحالية. نعم سيد محمد الهنجاري، إذن هذا البيان إذا لم يصدر من كافة أعضاء الكتلة، من 7 أعضاء فقط كما ذكر السيد زياد دغيم، ولكن أترى ربكة فيما يتعلق بالمشهد السياسي داخل البرلمان، ووضح مدى الانشقاق والخلافات حتى في داخل الكتل في داخل البرلمان. وكما سبقت لك هو نتيجة التغييرات السياسية التي حدثت في الرئاسة وبعض الأشخاص، هذه الكتلة كانت مؤيدة للرئاسة والرئاسة مؤيدة لها، وهي تقود رئاسة البرلمان بالرغم أنها كتلة صغيرة يعني لا تساوي سدس أعضاء البرلمان، ولكن مؤثرة تأثير كبير، وخصوصا عندما استعملت البلطجة في عقد الجلسة التي كانت سوف تصوت عليها يصوت عليها البرلمان في على الحكومة السراج في ذلك الوقت منذ أشهر. الآن سنشاهد يعني انشقاقات جديدة وتحالفات جديدة، هذه كما ذكر السيد زياد قال 7 أفراد وأعضاء فقط من الكتلة هم الذين قاموا بهذا البيان، وهو ينفي البيان، وهذا يعتبر انشقاق. يعني هناك تحالفات زي ما ذكر الأخ محمد، هناك كتلة جديدة، ستكون هناك تحالفات حسب المتغيرات السياسية وحسب المصلحة، كل يبحث عن مصلحته الشخصية وتاركين مصلحة المواطن والوطن وترك البلاد في هذه الفوضى طيلة الفترة الماضية. مثل ما فعل المؤتمر الوطني ننتقل الآن إلى البرلمان، نفس الفوضى نفس النتيجة، هي نتيجة الثقافة والعقلية السياسية للمجتمع الليبي هي واحدة، يعني كلها كراهية أحقاد حسد فقط، يعني تجد الأساسيات تتحرك كل التصرفات الانفعالات هي حقد وحسد وبلطجة وقبلية وغيرها، هذه الأشياء هي قمامة البشرية ما زالت موجودة عندنا، وهذه النتائج تصرفاتنا ونتائج الأرض هي نتيجة تصرفات المؤثرات أو الثقافة التي تتحرك في يتأثر في حياتنا اليومية وفي تصرفاتنا. جيد. سيد زياد دغيم، في هذا البيان كذلك الذي نفيت أن يكون يمثل كافة أعضاء كتلة السيادة الوطنية، تحدثوا عن الاجتماع أو الحوار الذي عقد في مدينة شخرة، وهذا البيان ذكر أنهم رافضين ككتلة السيادة الوطنية الجلوس مع من سموهم وصفوهم بالانقلابيين وهم أعضاء المجلس الدولة وكذلك أعضاء المجلس الرئاسي. أنت في كتلة السيادة الوطنية، ما هو موقفك من الاجتماع الذي حصل هناك وأيضا من التطورات الأخيرة فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي؟ يبدو أن الاتصال انقطع مجددا للأسف. سيد محمد الحريزي يعود
إليك الآن إلى موضوع شخرة واجتماع الذي عقد في شخرة والذي كان من المفترض أن يكون موسع ويضم كافة الأطراف. بدأت البداية بعدم حضور المجلس الأعلى للدولة في بيان له، ثم هذا البيان الذي ما زال مشكوك في صحته إذا كان يمثل كافة أعضاء كتلة السيادة الوطنية ولا، لكن يمثل أعضاء بعض أعضاء مجلس النواب، تحدثوا عن رفضهم للجلوس مع ما سموهم بالانقلابيين من أعضاء مجلس الدولة وأعضاء مجلس الرئاسي. هل هذا يقدم شيء للمشهد السياسي الجديد أو يضيف فقط التعقيدات الحاصلة حاليا في المشهد؟ لا، هو بالعكس، هو يعكس الحقائق الموجودة على الأرض. يعني هم لم يستنكروا الانقلابات الحقيقية التي تحصل في المنطقة الشرقية عندما يعين حاكم عسكري ويفصل عمداء البلديات ويعين حكام عسكريين للمدن ويتصرف كأنه هو الحاكم العسكري، هو المسؤول الوحيد في المنطقة دون الرجوع إلى مؤسسات التشريعية ولا الأجهزة التنفيذية. يعني كان الأولى أن يستنكروا مثل هذه الأعمال التي تخالف مبادئ العمل المدني والديمقراطي. يعني نحن نريد أن نغير الوضع إلى الأحسن وليس إلى الأسوأ، فهذا الاستنكار في غير محله. كان الأولى بهم أن يستنكروا الأفعال والأعمال التي تجري الآن هناك على مشهد ومرأة منهم. يعني ما يجري الآن في بنغازي وفي المناطق المحيطة بها وفي درنة أعمال يعني لم تستنكر هذه المجموعة، بل لم يشكلوا حتى لجان لتقصي الحقائق ومعرفة ماذا يجري الآن في قنفودة وغيرها. أعود الاستنكار. زياد دغيم عاد معي مجدداً، سيد محمد الهنقاري قبل أن ينقطع الاتصال مجدداً. سيد زياد دغيم، سألتك قبل أن ينقطع الاتصال عن موقفكم أنتم في كتلة السيادة الوطنية من الاجتماع الذي يجري في شخرة في ظل هذا البيان الذي تحدث عن هذا الاجتماع ورفض الجلوس مع من سماهم هذا البيان بالانقلابيين من أعضاء مجلس الدولة والمجلس الرئاسي. نعم، للأسف الشديد كل ما جاء في هذا البيان الذي نستطيع أن نقول أنه يعبر عن جزء أو بعض الشخصيات من كتلة السيادة الوطنية ولا تتجاوز ربما أربعة أو ثلاث أعضاء، ربما من أصل سبعة أعضاء حضر الاجتماع، من أصل 39 عضو يمثلون كتلة السيادة. هو نهج واحد وهو رفض كل الحلول وانقلاب، يعتبر انقلاب على توجه السيادة الوطنية لكتلة تسعى إلى توافق حقيقي ولكن بعيدا عن الإملاءات الخارجية، توافق حقيقي ما بين الليبيين. ودعمنا كثيرا ما يسمى بالحوار الليبي ليبي، وبالتالي أستغرب بصراحة ما جاء فيه ونرفض كل ما جاء في هذا البيان. نعم، هل لازلتم ككتلة رافضين فيما يتعلق لاعتماد حكومة الوفاق الوطني والتعامل مع المجلس الرئاسي وانتقال مجلس النواب وفقا لهذا الاتفاق السياسي إلى شكله الجديد؟ أنا بصراحة أنا ربما هذه الفرصة الأولى التي ربما أعتبرها انتهزت الفرصة، يعني انتهز الفرصة بالفوز بالظهور على قناتكم ومخاطبة ربما قاعدة مختلفة وتوجه رأي مختلف. أنا موجه رأيي لجماعة الإخوان المسلمين والجماعات التيار الإسلامي السياسي بوجه عام. يشاهدك آلاف الليبيين وليس من ذكرت فقط، تفضل. نعم، ولكن ربما قناة بانوراما لديها حظوة ربما أو نسبة مشاهدة في هذا الاتجاه، أو ربما بعض الضيوف. أنا سمعت أن أحد ضيوفك السيد محمد الحريزي تقريبا. فأحب نوجه كلام منهم أن لا يجب اعتبار الاتفاق السياسي أو الوفاق السياسي هو بديلا عن المعركة العسكرية. يعني ما لم نستطيع أن نحقق المعركة نحققه بالاتفاق السياسي وبالاستقواء بالأجنبي أو بالمغافلة الطرف الآخر، كما جاء على السيد محمد صوان قبيل توقيع الصخيرات عندما قال لقد خدعناهم ولقد ضحكنا عليهم والأخرين. هذا لن ينتج وفاق حقيقي، وبالتالي أنا أتمنى اختصار الوقت على الليبيين وأن يقتنع التيار الإسلامي السياسي بأنه شريك في الوطن وجزء من المعادلة ولكن ليس هو كل المعادلة، أو أن يفرض نفسه حاكم وحكما على الليبيين. مجلس الرئاسي الحالي هو مجلس غير متوازن. هيئة الحوار السياسي التي أفرزت هذا المجلس وهذا الاتفاق غير متوازنة، وبالتالي نحن عبارة عن وضيع في الوقت. يجب
من ان ياخذ ان يتمثل الجميع ولكن وفق حجمه. هذه هي ربما صلب المعادله التي وتعبر عن رؤيتنا للوفاق. نعم، اعود للسيد محمد الحريزي. شكرا لك زياد دغيم، عضو كتله السياده الوطنيه وعضو مجلس النواب. سيد محمد الحريزي، اذا سيد زياد دغيم يتحدث من جهه عن انهم طالبوا بعقد اجتماع بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وبين محافظ مصر في ليبيا المركزي، الذي اعترف هذا الأخير بالمجلس الرئاسي كسلطة تشريعية، ومن ثم يتحدث عن رفض الاتفاق السياسي ورفض الحكومة وأنها ملاءات جانبية. كيف ترى هذه التناقضات الآن؟ مثل ما ذكرت، يعني هذه تعكس الوضع الذي وصلنا إليه والانقسام الذي وصلنا إليه بسبب الأحداث المتتالية وبسبب التأثيرات التي تأتي من جوانب مختلفة. يعني الآن من جهة هم يروا أن هذا اللقاء كان بطلب من هذه الكتلة، طلبوا من السيد عقيلة أن يلتقي بمحافظ مصر في ليبيا المركزي المقال، يعني هو مقال بالنسبة لهم وليس محافظ مصرف المركزي، بينما المؤسسات الدولية لا زالت تعترف بهذا المصرف وبمحافظ المصرف إلى حد الآن. فهم يحاولوا الآن أن ربما يلملموا الأمر أو يتواءموا مع المتغيرات التي حصلت، مثل ما ذكر الأستاذ محمد في حديثه السابق، يعني هناك متغيرات الآن إقليمية وهناك متغيرات داخل الساحة الليبية. يعني الوضع في ليبيا لم يعد يحتمل هذه التناقضات، لم يعد يحتمل هذه التصرفات هذا البرلمان الغير مسؤول لحد الآن. هذا البرلمان الآن يقف عقبة أمام خروج البلاد من هذه الأزمة الحقيقية، وبالتالي هذه التصرفات التي تصدر الآن من بعض الأعضاء في البرلمان تعكس هذه الروح. يعني هناك خرج الآن من ينتقد حتى الفساد المالي والإداري الموجود في البرلمان، ولأول مرة نسمع مثل هذا الكلام، لم يكن هذا الكلام مسموع إلا الآن. يعني خرجوا يتكلموا الآن أن هناك فساد مالي وفساد إداري، وخرجت كتلة يعني تعترض على كل هذه الإجراءات وتقول أن البرلمان اختطف من الرئيس والنائبين وأن البرلمان لا حول له ولا قوة ولا يستطيع أن يعقد جلسة لأن من يريد عقد الجلسة هو غير متواجد. وبالتالي أنا أقول أن هذه هي انعكاسات الساحة في الوقت الحالي، ومع ذلك فلن يكون هناك صبر طويل من الليبيين على هذه الأوضاع، لن يكون هناك صبر طويل. نحن الآن يعني أمام خطر كبير جدا، وهو أن هذا الزحف العسكري الآن الذي يريد إعادة البلاد إلى المنظومة السابقة بدأ يتحرك وبقوة، ووجد له تيار وإعلام يؤيده ويناصره، قنوات الآن مجهزة ومسخرة بالكامل إلى التمجيد وإلى تأهية الأوضاع إلى مثل هذه إلى العودة إلى النظام السابق. وهناك تيار كبير جدا أصبح يتخوف على هذه الثورة ويقف بقوة، وهذه تحدث انعكاسات داخل الجهات أو مؤسسات الدولة. سيد محمد الهنقاري عندما يتحدث عن انقسامات في داخل كتلة السيادة الوطنية بأن مجموعة من الأعضاء تصدر بيانا دون علم بقية الأعضاء في كتلة مفترض بها أنها تملك هرم واضح لإصدار البيانات، الآن هل هذا يبين ويعكس مدى الانقسام والحالة التي وصل إليها البرلمان من الداخل؟ طبعا البرلمان كما حدثت هو متغيرات داخل حسب المصلحة، لأن مصلحة التيار هذا التيار هو فيدرالي، تيار مصلحي نفعي لإقليم فقط وليس كمشروع وطني. يحملش مشروع وطني هذا الكتلة، هذه ليس لديها مشروع وطني إنما تيار لإقليم فقط وغيره. هو تحدث عن انقلاب داخل الكتلة، يعني الغريب أن انقلاب يقول أن هؤلاء انقلبوا. باهي عندما يعني لما كنا في الشهرين الماضية في جلسة المصادقة على الحكومة ونلحق على الحكومة، يعني 30 شخص هذوما منعوا 160 أو 165 شخص على الإدلاء بصوات بداخل البرلمان بأسلوب البلطجة والقوم، يعتبرش انقلاب في ذلك الوقت. يعني هي نفاق مفاهيم، نفاق يعني حسب المصلحة، كلها تتغير حسب المصلحة. يعني انت احنا نقول دائما يعني هؤلاء، يعني كنت بنقول كلمة لكن يعني سحبت هذا شكل تاني، فهمت؟ قال الاستقواب الأجنبي، الاستقواب الأجنبي، من الاستقواب الأجنبي؟ احنا استقواب بالأمم المتحدة، ما جبنا الطيارات ضربت ناس أبناء الليبيا حتى يجوا ضربوا بالصخرات، ضربوا أجانب في سرت، هم مقاتلين أجار من جميع الجنسيات، داعش تنظيم داعش. أما أنتم تستقبل الأجنبي، مرة مصري مرة إماراتي مرة فرنسي مرة غيره، وتقول يعني نفاق. أنا نتكلم على الجميع، نتكلم على كل المساواة. كنا إحنا ليبيا شخصيات ضعيفة جدا، لم تنتج
اي شخصيات قويه، شعب يعاني من الشردمه، متفكك من الداخل، اصبح ضعيف، تدخل اجنبي من كل مكان، من الامارات، من قطر، من تركيا، من بريطانيا، من امريكا، من ايطاليا، من الجزائر، من غيرها، كل تدخل فينا نتيجه الضعف الداخلي. والضعف الداخلي سبب لبعض الافراد الذين خرجوا بعد 17 فبراير استقوا بالاجنبي من باموال او بغيرها، اشتروا دمم، اشتروا غيرها، وسببوا هذه الفوضى. يجب ان اعترف جميعا بهذا المرض الذي اصابنا جميعا، وهذا احد الاشخاص او هذاك هذه الكتله، يعني اغلب الموجود متواجد في مصر بصفه دائمه كانها كتله مصريه، كان كذا تمشي باوامر المصريين وغيرها. حتى هذه مساله كبيره. جيد، هذا للسيد علام الفلاح، اكاديمي وباحث سياسي، معي من بنغازي. اهلا بك. مرحبا بك وبالاخوه المشاهدين الكرام. نعم، تحياتي لك. اذا الان هذا البيان الذي نفى سيد زياد دغيم ان يكون صادر من كافه اعضاء كتله السياده الوطنيه، ماذا يعكس عن حاله البرلمان؟ اذا اصر سيد نائب زياد دغيم بانه هذا البيان غير صحيح، فيجب ان نصدق من وقع باسم البيان. اذا البيان غير صحيح، هذه عمليات تزويل وعمليات ملفقه وعمليات لاثاره الراي العام. هذا شخص من ضمن عضو في كتله السياده الوطنيه قال لك نحن لم نوقع ولم نعد هذا البيان. اذا البيان نعتبره غير موجود. لنتطرق الى المواضيع التي تحدث فيها ضيوفك فيما يتعلق بمجلس النواب واختلافات مجلس النواب وانحراف مجلس النواب. اعتقد ان الضيفين الكريمين الموجودين عند حضرتك هم لا يعترفون بمجلس النواب في الاصل. اذا انت اذا كنت لا تعترف بمجلس النواب فدعك شان مجلس النواب اذا كان انحرف او لم ينحرف. نحن يا سيدي الكريم شاهدنا ماذا فعل اعضاء المؤتمر ومنتهي الولايه. كيف زج برئيس المؤتمر في ليلة ظلماء في غرفة مغلقة، وكيف شاف وشاهد كل الليبيين هذه المسألة. هذا ليس حديثنا سيد علام، ولكن سؤالي لك عن الآن هذا البيان الذي صدر من بعض أعضاء كتلة السيادة الوطنية. سيد علام، كل الليبيين وكل العالم اطلع على هذا الامر. جيد جيد، لا يمكن لك. اتضحت الصوره في هذا المجال سيد علام، ولكن نعم نعم، حتى نكون حول الجديد من الامور ولا نعود للماضي سيد علام، لا ينفع هذا شيء. ولكن اريد ان اسالك على ان هذا البيان الذي تلاه او صدر عن عضو اعضاء كتله السياده الوطنيه، سيد زياد غيم تحدث على ان هناك انقلاب في داخل كتله السياده الوطنيه من قبل طرف متشدد، كيف ترى هذا الأمر؟ والله هم يختلفوا. أولا كتلة السيادة الوطنية هم يعني أشخاص داخل البرلمان لا يمثلون كل البرلمان، وقراراتهم غير إلزامية، ورأيهم يعتبر رأي شخصي مثل ما يتحدث أي شخص آخر. هم عندما يتحدثوا بهذه الرؤى هم يتحدثوا كأفراد ممثلين عن بعض الدوائر، ولربما ايضا حتى الدائره التي يمثلها هذا الشخص الذي هو الان عضو مجلس نواب، لو رجعنا به الى الدائره سوف يقولون لك يجب ان يتم اسقاطه واستبداله. هذا امر لا يعنينا كثيرا، انحراف او انقلاب داخل الكتله. هذه الكتله هل هي شرعيه غير شرعيه؟ هل هؤلاء مسجنين؟ هل هم يبحثون عن مصلحه وطن او مصالح اخرى؟ هذا امر يجب ان نتركه. وما رايك في تصريحات السيد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عندما تحدث عن عوده ايرادات تصدير النفط الى مركز طرابلس؟ نحن نعلم جيدا، شوف اخي الكريم، نحن نعلم جيدا ان المصرف بغض النظر عن قانونيه ذلك من عدمها، ان المصرف الليبي المركزي موجود في طرابلس، وان المؤسسه الوطنيه الليبيه للنفط موجوده في طرابلس. شئنا ام ابينا، ارتضينا ام لم نرتضي، هذه امر واقعي وايضا امر يجب ان نتعاطى معه بقليل من الايجابيه، لاننا لو فرطنا في هاتين المؤسستين وتقسمناهما بالنصف سوف نذهب الى تقسيم الدوله، وهو ما لا نرغبه ولا يريده كثير من ابناء هذا الشعب. يعني النقطه الثانيه مساله الجيش وانه توغل، وان نحن يا سيدي الكريم ذقنا الامرين في بنغازي من قتل الابرياء. نحن لو لم ياتي السيد المشير خليفه بن جاسم حفتر لا كل ضباط الجيش في بنغازي، كل الاعلاميين في بنغازي، كل الحقوقيين، كل النشطاء السياسيين لم يتركوا امراه ولم يتركوا شابا ولم يتركوا شيخا في مسجد الا ما قتلوه هؤلاء، وهم جزائريين وسوادين ومصريه ومنتمين لداعش ومنتمين للقاعده.
نعم اتضحت فكرتك حول هذا المجال. ابقى معي سيد علام، سيد محمد الحريزي. اذا الان التحدث على هل هذا ما حصل او ما حصل في اجتماع جيلة صالح مع مصرف محافظ مصرف ليبيا المركزي، هل يعتبر تقدم خطوات الى الامام فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق السياسي والذي يشمل توحيد المؤسسات المصرفيه وغيرها؟ يعني هذا يكون له مصداقيه لو تم حل مصرف ليبيا المركزي او حل محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي يعين فيه المنطقه الشرقيه، يعني اذا كان هذا التوجه هو توجه صحيح والمراد به توحيد مؤسسات ليبيا وهذا ما يطلبه كل الناس وكل الليبيين، فهذا يستوجب هو حل المؤسسات التي قامت لمنازعة المركزية أو منازعة سيادة هذه المؤسسات اللي هي مؤسسة النفط ومؤسسة والمصرف الليبي المركزي وديوان المحاسبة. يعني يستوجب من البرلمان الآن إذا كان السيد عقيلة الذي هو بدأ يتخذ في قرارات نيابة عن البرلمان أن البرلمان يتخذ خطوات حقيقية وعملية من أجل توحيد هذه المؤسسات حتى لا يحصل النزاع في هذه المؤسسات التي تهم كل مواطن ليبي. يعني إحنا الآن هناك مؤسسات عسكرية منقسمة، رئيس أركان في الشرق ورئيس أركان في الغرب وقائد جيش في الشرق وقائد جيش في الغرب، يعني هذه المؤسسات هي التي أربكت المشهد السياسي الليبي وهي التي تقف دون الوصول إلى حل يخرج الليبيين من أزمتهم الحالية. وبالتالي يعني هذه القرارات كلها أو هذا اللقاء كله إيجابية لو تم فعلا تصحيح الأخطاء أو تصحيح الأوضاع التي صدرت عن البرلمان في الفترة السابقة. نعم سيد محمد الهنغاري، هل نتوقع الآن من البرلمان في القادم الأيام أن يكون هناك جلسة مكتملة النصاب فيما يتعلق بمشروع تقديم الحكومة للمرة الثالثة؟ وأعتقد أنها أصبحت يعني تلوح في الأفق الآن بوادر انفراج وبوادر اتفاق وبوادر كذلك مقاسمة ومحاصصة في الوزارات. أعتقد أنه سوف يقدم للبرلمان باكج كامل، عدد الوزراء والوكلاء ومدراء الهيئات في حزمة واحدة ستقدم للبرلمان حتى نظرا لعدم الثقة بين الأطراف، لهذا يرى حصته وهذا شيء يعني لا نستحي منه. هذه هي عقلية الليبيين، يرى ما مصلحته لمدينته، مصلحة لقبيلته، لا مصلحة لحزبه أو لشلة معينة. هذه النظرة يجب أن لا نستحي منها، يجب أن نتعامل معها كأنك تتعامل مع المرض مثل مع المرض برياحية وتقبل هذا المرض، تتقبل أن تتغاضى عليه. يجب أن نذهب بهذه الخطوات. وأعتقد إذا تمت منح الثقة للحكومة وأعضاء الهيئات وغيرها أعتقد أن ستبدأ يعني المرحلة الأخرى وهي مرحلة تثبيت الدولة الفعلية فعلا، منها المناصب السيادية السبعة، منها المحافظ وديوان المحاسبة وقيادة الجيش ورئاسة الأركان و باقي مناصب النائب العام وغيرها. أعتقد أن سوف تكون هي الخطوة التالية، وبذلك يعني هذه تعتبر إذا كان اكتملت على خير تعتبر هي تسوية كاملة لتنتقل لمرحلة هي توحيد القوات على الأرض أو المرحلة الأمنية اللي يتعلق بالأمن للدولة. سيد علام الفلاح، سيد محمد الحريزي يقول هنا إذا كان البرلمان جاد فيما يتعلق بإعادة توحيد المؤسسات المصرفية وغيرها، لماذا لا يقوم بحل المصرف المركزي الموجود في مدينة البيضاء؟ أولا أنا لا أستمع جيدا لما قال السيد الهنغاري والضيف الآخر، وأيضا الصوت غير واضح، وأيضا لم أنتبه عندما تم قطع الاتصال والانتقال للضيف الآخر، فأرجو أن أبلغ بما من خلال. يبدو أن الاتصال انقطع وليس مقصود. سيد علام تفضل. أنا أعتقد أن مجلس النواب سوف يتخذ خلال الأسابيع القادمة، متمثل في السيد رئيس مجلس النواب خلال لقائه الأخير في اسكندرية مع صندوق مع مدير المصرف المركزي في طرابلس، اعتقد ان هناك خطوات للعمل على توحيد المصرفين في مصرف واحد، لكن هذا يتطلب ايضا الى حد ما انسجام بين الرئاسي الذي موجود في طرابلس وبين بعض الاطراف الاخرى التي هي موجوده في طرابلس. نحن نعلم جيدا ان طرابلس الان تقع تحت سلطه قهريه ليست تابعه للدوله، ايضا
حتى المجلس الرئاسي الذي هو موجود نصفه في طرابلس ونصفه في تونس لا يسيطر بالمطلق على طرابلس، هذا أمر خطير جدا. نحن لا نستطيع أن نفرط في مؤسسات الدولة وأن نضعها في مدينة تحت سلطة ميليشيات وتحت سلطة قوة غير شرعية، هذا أمر. وهل المصرف المركزي في طرابلس لا يعمل بصورة طبيعية سيد علام؟ مع أن تكون المؤسسات السيادية موجودة بشكل موحد، وندعم توجهات سيد رئيس مجلس النواب في توحيد المصرف المركزي والمسألة الأخيرة في توحيد المؤسسة الوطنية للنفط، ولكن هذا أمر لا يمكن لنا أن نوحد هذه المؤسسات وأن تكون هذه المؤسسات في مدينة غير شرعية. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية أخي الكريم، أنا أتحدث عن الجيش، وعندما قلت لك أن الجيش يرغب في أن تكون الدولة دولة قطرية ووطنية، وأن التيار الإسلامي دائما ما لديه فكرة الأمة وموضوع أشمل من القطر، وهذه خلاف عسكري مع تيارات إسلامية ليس في ليبيا فقط، في كل دول العالم. أنا ما أطمح إليه أن الجيش نقذنا من الإرهاب يرغب في محاربة الإرهاب، يرغب في محاربة الجريمة المنظمة، يرغب في محاربة الميليشيات الخارجة عن القانون ولا ترغب في الاندماج تحت سلطة الدولة. هذا أمر يجب أن يجمع عليه كل الليبيين، لا يجب أن نختلف عن هذا الأمر. والجيش أيضا هو جيش من أبناء ليبيا. يا أخي أنت جبت لي مجال الشورى ثوار، شيء من مصر، شيء من تونس، شيء من الجزائر، شيء من المغرب، من أطراف أخرى، ولكن الجيش الليبي كل سيد علام أنت ذهبت بعيدا في توصيف الحالة الليبية. نحن الآن موضوعنا حول مجلس النواب وكيف تعامله مع الاتفاق السياسي في القادم الأيام في ظل الوعود الأخيرة لرئيس عقيلة صالح. الآن هل تتوقع أن تعقد الجلسة في مجلس النواب لاعتماد حكومة الوفاق الوطني أم لا؟ شوف، نحن بغض النظر عن موقف مجلس النواب من عدمه، نحن المسألة الأساسية في هذا الأمر أننا لا يمكن لنا أن نضع قرارات سيادية في أيدي أشخاص غير منسجمين وينتمون إلى تيارات مؤججة لربما لديها أفكار خارج حدود الوطن. هذا أمر لا يمكن لنا أن نقبله. نحن نتحدث عن أن المسألة الأساسية في هذا الوطن أن يكون الجيش الليبي تحت سلطة مجلس النواب الذي يمثل كل مناطق ليبيا. لا يمكن لنا أن نرفض أن يكون الجيش الليبي تحت سلطة عدد من الأفراد هم مؤدلجين ولديهم توجهات سياسية خارج حدود الوطن ولديهم أجندة ولديهم ارتباطات خارج الوطن. هذا أمر الاتفاق السياسي تم تزويره في أكثر من حالة. الاتفاق السياسي كان مسودة رابعة، ثم بقدرة قادر أصبح خامسة وسادسة وسابعة، وحتى مجلس النواب لم يعتمد ولم يقر، وهناك أشخاص يدعون أنهم يمثلون مجلس النواب ولم يتم التوافق عليهم داخل جيد. مجلس النواب. ابقى معي سيد علام الفلاح، ونتمنى أن تكون هذه مرة استمعت أني قطعت وانتقلت لضيفي الآخر سيد محمد الهنغاري. سيد محمد، ما رأيك فيما قال سيد علام؟ هو أعتقد النقطة المهمة هي اللي تهمني الآن، يعني كلامه كله مكرر وعدم فهم على الواقع ربما على أرض الواقع، اللي هو درجة الوعي السياسي لدى الليبيين درجة فعلا درجة بسيطة جدا. لا يوجد في العالم رئيس برلمان يحمل صفة القائد الأعلى، لا يوجد. البرلمان شيء دائما صفة قائد الأعلى تقع يما رئيس الدولة يما رئيس الحكومة حسب النظام، الحكم رئاسي أو برلماني أو غيرها. يعني حكاية برلمان هذه ابتدعها المؤتمر هذا اللي كان سبب خراب ليبيا، والمؤتمر الوطني هو اللي ابتدع هذه البدع الجديدة في ليبيا. نظام مختلف جدا، فترة المؤتمر فعلا فترة كانت يعني فترة سيئة جدا، وأكمل عليها هذا البرلمان بسبب سلفي السابق. يعني كذلك يعني معالجة الميليشيات، نحن نرى هي المعالجة عقلية علمية للميليشيات وليس بالقتال والحرب. تبدأ هذه بالحوافز، تبدأ بالأسرة، بتنبه تسحب أبنائها من الموجودين، لأن في أشخاص هذه دافع على تعالى 17 فبراير يجي في يوم وليلة تقول أطلع. ناس تورطت في مشاكل، تورطت في قضايا، تورطت في كذا بحكم كانت الفترة يعني فترة أعصاب وفترة كذا وفترة قتال وفترة حرب. ما يكونش يعني الدمار حيكلفنا مليارات، وضياع شبابنا وتهجير سكان طرابلس وانتهاء العاصمة وتوقف الدولة نهائيا.
الدولة تتوقف نهائيا في ليبيا وهناك من يصطاد في أمور أخرى. فهذه هذه المسألة التي واجهنا هو الخلاف، الميليشيات لابد أن تنتهي، التشكيلات العسكرية لابد أن تنتهي ويقوم محلها جيش وسلطة، ولكن نختلف في الطريقة فقط. نحن نرى الأسلوب الدبلوماسي والحوافز والسياسي والاقتصادي هو أفضل من الحرب والقتال الذي يأخذه البعض. يعني شخص البعض يصرح لا لا ما فيش دبلوماسية، قوة بس. هذا 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 النوع من القرارات او من نوع من الصراع اختلف الان. الصراع حتى بين الدول صراع الكتروني، صراع معلومات، صراع سياسي، صراع ايديولوجي، صراع يعني انتربيولوجي. هذا هو الصراعات الان. لا يستعمل القوه، ليس قادر بالقوه لكن لا يستعملها. هنا يكمن عقل الانسان، هنا قوه عقل الانسان تكمن في ابتعاد عن القوه. الانسان لما يصل القوه يبقى يعني احنا نقول يعني الحيوان لما تمسها ما يردش عليك بالكلام، يسكك او يعضك او غيره. سيد محمد الهنقاني سعودي اليك، اعود للسيد علام الفلاح في مداخله اخيره. سيد علام، انت تحدثت عن المؤسسه العسكريه والاتفاق السياسي وما ذلك، ولكن الاتفاق السياسي ينص على ان المجلس السياسي يكون هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، المجلس الرئاسي ككل. وأيضا من الطبيعي في أي دولة في العالم أن المؤسسة العسكرية تكون خاضعة لسلطة مدنية سياسية. متى سنرى هذا في ليبيا؟ أولا أنا أؤكد لك، أنا كنت عضو لجنة حوار، أؤكد لك أن البرلمان اعتمد المسودة الرابعة ولم يعتمد المسودات بعد الرابعة. وما جاءت به أن القائد الأعلى يكون للمجلس الرئاسي هي المسودة السابعة التي لم يعتمدها البرلمان. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية فيما يتعلق بمسألة الجيش، نحن دائما ما نؤكد على أن ليبيا الآن في مرحلة انتقالية، مثل ما حدث في السابق أن المجلس الانتقالي كان هو قائد الأعلى، ثم المؤتمر الوطني كان قائد الأعلى، الآن البرلمان لأننا في فترة انتقالية يجب أن يكون هو قائد الأعلى، لأنه يمثل 200 شخص في ليبيا على مساحة الوطن الليبي. لماذا الآن يصرون على أن تخرج القائد الأعلى من 200 شخص إلى 9 أشخاص؟ لأن أقول لك بصراحة، كل يعلم ذلك، أن الإخوان المسلمين أو التيار الإسلامي ليست لديه القدرة في البرلمان أن ينفذ ويقر لأن هناك اتفاق سياسي. سيد علام الفلاح وافق عليه عدد من أعضاء مجلس النواب ما يعرف بكتلة الوفاق التي وافقت على الاتفاق، ينص على أن المجلس الرئاسي مجتمعا يكون هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهذا من الطبيعي أن يكون القوة العسكرية تابعة لسلطة تنفيذية مدنية. لماذا لم تكون ذلك ايام المكتب التنفيذي؟ لماذا لم يكن ايام علي زيدان؟ لماذا لم يكن ايام الكيد؟ لماذا الان؟ وهل سنبقى في هذه الحلقه المفرغه سيد علام دائما؟ لا يمكن لنا ان نقبل. انا اقول لك ان 200 شخص هم قائد الاعلى، لماذا انت ترفض على يكون 9 اشخاص؟ اذا كانت مشكله ليبيا هي القائد الاعلى، لماذا لا نرتضي؟ وللعلم ان 60% من اعضاء مجلس النواب هم من المنطقه الغربيه. انا اقول لك لندع ان القائد الاعلى يكون عند 200 شخص افضل من 9، حتى تكون القرارات هي قرارات جامعه لكل ليبيا وقرارات مرضي عنها كل الاطراف. لكننا انا اؤكد لك ان التيار الاسلامي ليس لديه مصلحه في هذا الامر. نحن مشكلتنا في ليبيا احنا التيار الاسلامي و جيد. اتضحت الصورة. سيد علام الفلاح أكاديمي وباحث سياسي كنت معي من بنغازي. سيد محمد الحريزي، إذن هل الاتفاق ليس واضح فيما يتعلق بالمؤسسة العسكرية وموضعها وكيفية إدارتها ولمن تتبع؟ هو واضح من يعني من حديث السيد الفلاح أن هناك رفض للاتفاق السياسي. يعني هذا عندما يريد أن تبقى المؤسسة العسكرية تحت هذا البرلمان المنقسم على نفسه ولا يستطيع أن يتخذ قرار موحد وفي جلسة قانونية، ويصبح هذا البرلمان وهذا الجيش يصبح تحت شخص واحد اللي هو رئيس البرلمان، وهذا رئيس البرلمان مسيطر عليه من مما يسمى بهذا الجيش. يعني حقيقة ما يقوم به حفتر هو ليس جيش، هو جيش مع ميليشيات مع مجموعات مختلفة مع مرتزقة من خارج البلاد، لا يمكن أن يسمى أو يمثل الجيش الليبي بشكل حقيقي. الجيش الليبي فيه آلاف الضباط من المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية، لم يلتقوا لحد الآن حتى يكون لهم قيادة واحدة وإدارة واحدة. فبقاء الجيش تحت هذه
هذه المؤسسة الغير مؤتمن على اتخاذ أي قرار. هذه المؤسسة يعني منقسمة على نفسها، كل يوم تخرج ببيان مختلف عن الثاني، كيف أكون لها إمرة الجيش الذي أصبح هو يسيطر على هذه المؤسسة؟ يعني مثل ما ذكرت، الجيش الآن أصبح يسير مرافق الدولة في المنطقة الشرقية، أصبح يعتقل الوزراء ويمنع من السفر ويقرر بيع النفط بالجيش الليبي بالدينار بالجنيه المصري، وأصبح يتدخل في قضايا المدنية وليس بس في القضايا العسكرية. وبالتالي كيف نستطيع أن نؤمن أن تبقى مؤسسة عسكرية تحت هذا البرلمان المتفكك المنتهي صلاحيته؟ مدتها انتهت هذا البرلمان من الناحية القانونية والدستورية، وحسب الإعلان الدستوري إذا لم يقبل بالصيغة ما يسمى بالاتفاق السياسي فهو لا وجود له حقيقة. نعم. سيد محمد الهنقاري، في كلمة أخيرة، الآن يبدو أن هناك تمسك واضح فيما يتعلق بخليفة حفتر بأن يكون متواجدا في المشهد، كيف ترى تعامل الرئاسي معه في القادم الأيام في ظل التطورات الأخيرة من مجلس النواب والتقائه بمحافظ مصرف ليبيا المركزي والخلافات في داخل البرلمان؟ وبالنسبة لخليفة حفتر يعني جزء من المعادلة وجزء من المشكلة، يعني بيكون جزء من الحل، والتيار كبير وراه وهناك تأييد كبير في المنطقة الشرقية. يعني هذا شيء ملاحظ، لا يربو احنا نعيش السياسة الواقعية. لكن إذا قبل حفتر بالاتفاق السياسي ودخل فيه وأصبحت تحت السلطة السياسية، لن يعد لها تلك الفاعلية، وهذا السبب الذي جعله يتهرب حتى الآن من الدخول في الاتفاق السياسي والقبول بالاتفاق السياسي، لأن سيجرد منه السلطات، يعني كل أغلب السلطات يصبح تحت سلطة رئيس المجلس الرئاسي، ولذلك سيكون له، أعتقد أن يعني حتى الدول حتى بان كي مون وغيره تكلم لازم يكون له دور يعني من ضمن المجلس العسكري أو من ضمن شيء. شكرا لك سيد محمد الهنقاري، انتهى وقت الحلقة. كذلك الدكتور محمد الحريزي المحلل السياسي، أيضا شكرا للضيوف الكرام الذين كانوا معي عبر خط الهاتف، زيادة غيم عضو مجلس النواب، وأيضا علام الفلاح أكاديمي وباحث سياسي من غازي. ويبقى الشكر الأكبر لكم أنتم أعزائي المشاهدين، حتى لقاء آخر، أستودعكم الله.